لأول مرة في التاريخ اكتشاف كوكب صالح للحياة ويحتوي على المياه. أعلن فريق بحثي دولي مشترك من جامعات عدة عن كشف هو الأول من نوعه لكوكب جديد يقع خارج المجموعة الشمسية يتسم بوجود خاصيتين هما وقوعه ضمن النطاق الصالح للحياة ووجود بخار الماء على سطحه. وجاءت النتائج التي نشرت الأمس الأربعاء بدورية نيتشر لتقول أن الكوكب الجديد K2-18b يدور حول نجم من فئة تعرف بالأقزام الحمراء، وهي ذات درجة حرارة سطح منخفضة أقل من نصف درجة حرارة سطح الشمس، وكذلك فهي صغيرة في الحجم لدرجة أنه إذا كان أحدهما بحجم كرة تنس طاولة لكانت الشمس بحجم كرة قدم. ورغم ذلك فإن الكوكب الجديد يوجد على مسافة قريبة جدا من النجم، بحيث يتلقى قدر حرارة مناسبة مما يمكنه من الاحتفاظ بدرجة حرارة مشابهة للأرض في غلافه الجوي، وهو ما يسمح للماء على سطحه بالوجود في صورة سائلة. لو كان الكوكب قريبا من النجم لتبخر الماء تماما، ولو كان بعيدا عنه لتجمد. تسمى تلك الحالة بالنطاق الصالح للحياة. وللتوصل إلى تلك النتائج لجأ الفريق البحثي إلى نتائج رصدية لهذا القمر الأحمر الذي يسمى K2-18، ويبتعد عنا مسافة 11 سنة ضوئية. قام بها تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية نازا في العامين بين 2016 و2017. وإضافة إلى ذلك، طور الفريق البحثي خوارزميات مفتوحة المصدر لتحليل الضوء الصادر من القزم الأحمر أثناء مروره بالغلاف الجوي للكوكب. فكشفت النتائج عن وجود بخار الماء مع إشارة إلى وجود الهيدروجين والهيليوم في الغلاف الجوي للكوكب K2-18b. وبحسب الدراسة الجديدة، فإنه من الممكن أن توجد مركبات هامة أخرى في الغلاف الجوي للكوكب كالنيتروجين والميثان على سبيل المثال، لكنها لا تزال غير قابلة للكشف بالتقنيات الحالية، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفحص الكوكب وقزمه الأحمر. ولا يعني هذا الكشف الجديد وجود حياة على كوكب K2-18b بالفعل، ففي الواقع هناك الكثير من المعايير التي تحكم وجود الحياة على كوكب ما، ولا يتمكن العلماء من حصرها جميعا، لكن ما يمتلكه الباحثون الآن هو فقط أفضل الاحتمالات التي حصلوا عليها إلى الآن، وتشير إلى وجود حياة في أي كوكب ما عدا الأرض. كذلك فإن الكشف الجديد هو إحدى الفرص الذهبية للإجابة عن سؤال قديم مهم لا يزال يتجول في أروقة الكثير من المراكز البحثية منذ عقود: هل الأرض فريدة من نوعها؟ يعتقد الباحثون هذا النطاق أنها ليست كذلك، ومع إطلاق التلسكوب التابع لوكالة ناسا جيمس ويب العام القادم وإطلاق رفيقه أرايل عام 2028، سيكون من السهل فحص عدد أكبر من الكواكب والأقزام الحمراء لتحديد نسبة وتركيب الكواكب الصالحة للحياة التي قد يصل عددها إلى 40 مليار كوكب. هذا المصدر لهذا الفيديو أيضا من قناة الجزيرة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.